لو حبيت ان احنا نموديل القطاع الخاص بالشداد او الطاي بيم او الشدادات اللي رابطه ما بين القواعد زي ما تقرير التربه بيريكومند حاجه زي كده، المفروض انه بعد ما نصمم الاساسات بالكامل بنعمل موديل خاص بالاساسات ونبدا نشوف فرق الهبوط ما بين القواعد المتتاليه. يعني باخد الفرق ما بين الهبوط القاعده دي والقاعده اللي بعديها، ما بين القاعده دي والقاعده اللي بعديها وهكذا. الكلام ده اعمله في كل الموديل واخد اكبر فرق ديفرنشال سيتلمنت. طبعا ده للتسهيل، ولكن مفيش مشكله ان انا اخد كل فرق هبوط لكل قاعده واعمل نماذج، بس غالبا ده ما بيحصلش عمليا لانه الفروقات بتكون مش كبيره قوي لدرجه ان احنا نقسمها لنماذج. يعني مثلا لو بصينا كده للقاعده دي هنلاحظ ان بنتكلم في هنا حوالي 7 مللي وهنا حوالي 5.5 مللي، يعني الفرق تقريبا 1.5 مللي. هنا وهنا بنتكلم في اقل من الملي. انا باخد القاعده وبعديها على طول، لو بصينا كده هنلاحظ هنا ان في 5.5 وفي هنا 7، يعني بنتكلم في 1.5 مللي، يعني تقريبا اكبر فرق هبوط 1.5 مللي هنا واللي بعديها وهكذا. القاعده دي 5.9 وهنا 6، فهنلاحظ انه اكبر فرق هبوط 1.5 مللي. ده اكبر فرق هبوط ما بين قاعدتين مورتاليتيين. عايز بقى اقدر ان انا اموديل فرق الهبوط ده على سوفت وير سواء كان الساب او الاي تابس او حتى برنامج الروبوت، المهم برنامج ستراكشر 3 دي يقدر ان هو يموديل حاجه زي دي. او ممكن ان انا احلها مانيوال باكسل شيت بسيط يحسب بس فرق الهبوط، معادله فرق الهبوط. طبعا هيبقى عندي مومنت خاص بالسيتلمنت وهيبقى عندي مومنت خاص بالسيلف ويت، واحيانا بيبقى عندي مومنت خاص بالول لود لو احنا استخدمنا التاي بيمز دي ان هي تتحمل احمال الحوائط المعماريه لو مستوى التنفيذ قريب من سطح الارض. ما بنعملش بقى في الحاله اللي زي دي جراوند بيمز علويه تتحمل احمال الحوائط المعماريه، لا بيبقى القواعد دي او التاي بيمز تبقى قريبه من سطح الارض فما بنعملش الجراوند بيمز، او لما يكون عندي قواعد وجراوند بيمز موجوده في البدروم فبنخلي الحوائط المعماريه ترتكز مباشره على التاي بيمز دي ونستغلها في الحالتين. خلينا نشوف ازاي نقدر نعمل حاجه زي دي ونروح للاي تابس ثم من قائمه فايل نيو موديل بلتن سيتنجز واختار المتريك اس اي الديفولت ماتيريالز يوزر ريجن يوزر، وطبعا في الحاله اللي زي دي باخد المسافه ما بين القعدتين، يعني هروح اقول له درو دايمنشن لاين ما بين مركز القعده ومركز القعده او ده وده على حسب بقى القعده اللي انا بدرس فيها. هنا مثلا المسافه دي 5.3، باخد اكبر مسافه ما بين كل قعدتين، ادي كده مسافه 5.3. فاقدر اروح للاي تابس بلانك موديل وهستارت وان ستوري، وطبعا محتاج ان انا اديفاين الجريدز بطول 5.3 اللي هو طول التاي بيم او هو طول الشداد. موديفاي للجريدز واضيف في اتجاه الواي 5.3 بالشكل ده كده، ويبقى هنا ده شكل المكان او ده المكان بتاع الشداد. ديفاين للماتيريال اد نيو ماتيريال ثم اختار الكونكريت، وطبعا هنا الماتيريال بتكون هي الماتيريال بتاعت الاساسات وليكن كانت اف سي برايم 30 ميجا باسكال والجاما 24 كيلو نيوتن لكل متر مكعب 4700 مضروب في 30 اس نص، وده المودلس بلاستيستي الخاص بالكونكريت اكوردنج للاي سي اي ثم الاف سي برايم 30. طبعا ده هيساعدني في الديزاين، ولو انا محتاج بقى الايتابس نفسه هو اللي يصمم يبقى محتاج ان انا ديفاين الاف فيلد الخاصه بالريبار او حديد التسليح فيلد 420 ثم المودلس اوف الاسيستي الحديد 200,000 420 620 ثم الاكسبكتد فاليوز هي نفس الفاليوز اللي فوق بس مضروبه في 1.1 بالشكل ده كده. طبعا محتاج بقى ان انا اديفاين قطاع للتاي بيم مبدئيا كفرض مبدئي العمق الخاص بالتاي بيم بيتاخد نفس عمق القواعد، يعني لو القاعده 60 يبقى مبدئيا عمق الشداد 60، لو القواعد 70 يبقى مبدئيا عمق الشدادات 70، بيتاخد نفس عمق القواعد، والعرض 25 او 30 سنتي. وان كنا بنبقى ميالين ان احنا نزود العرض شويه علشان يبقى ستيفنس عاليه تقدر تتحمل الديفرنشال سيتلمنت ده، فخلينا نستارت بفرض مبدئي وهو انه البيم التاي بيم او الجراوند بيم دي تكون بعرض 30 وعمق مبدئيا 60، يبقى بي 30 في 60 عمق 60 وعرض 30 ثم الريبار
ده عباره عن بيم فيلدر 120 عشان لو حبيت الايتابس هو اللي يصمم، وبما ان دي جراوند بيم فبتاخد نفس الكفر الخاص بالاساسات. ثم درو بيم، طبعا ممكن اعمل نفس الكلام ده في الساب برضو بالظبط بدون اختلاف، والروبوت نفس الكلام. ده بيم، فبعرف الركائز اللي في البدايه وفي النهايه اللي هي بتمثل هنا القعده او مركز القعده اللي هو بتكون فيكسد، وبعد ما رسمت اقدر ان انا اشيل الجريدز مره ثانيه، وممكن اقول له رايت كليك سيت جريد سيستم فيزابيليتي فيقوم خفي لي الجريدز. نبدا بعد كده نعرف اللود باترن اللي هي بتكون في الحاله اللي زي دي ممكن تبقى في وول وممكن لا، وده بيعتمد على حسب الكيس بتاعت المشروع، يعني ممكن ما تبقاش ثابته، ممكن ما يبقاش الجراوند بيم او التاي بيم محمله بحوائط معماريه، ممكن يبقى فيه بس سيتلمنت عليها والاحمال الخاصه بالحوائط المعماريه تكون متحمله على جراوند بيمز علويه او اللي احنا بنسميها الميه. هنلاحظ الايتابس معرف الديد اللي هو الوزن الذاتي، طبعا هنا ما فيش لايف لود، في وول والنوع سوبر ديد، ثم في سيتلمنت، وبما ان هما كلهم ديد فاقدر اروح لقائمه الديفاين لود كومبينيشن واضيف اللود كومبينيشن الاساسيه اللي هتكون فيها التلات احمال 1.4 من 10 1.4 من 10 1.4 من 10، ثم اقدر اختار اي جوينت واقول له من قائمه اساين جوينت لود جراوند ديسبيسمنت، ودي طبعا في حاله السيتلمنت، وطبقا للكيس اللي احنا شفناها او الموديل اللي احنا شفناه سالب 2 ملي، وابدا اقول له سيف الفايل ونبدا نحل. ثم ديسبلاي شو فورسز وستريسز، ونظهر نتيجه الكومبينيشن الالتيميت. هلاحظ هنا لو اظهرنا الفاليوز ان القيمه الماكسيمم بنتكلم في حوالي 91 كيلو نيوتن متر، يعني بنتكلم تقريبا في 9.2 من 10 طن متر، ده بالنسبه للعزوم. اقدر باكسل شيت بسيط اضيف هنا العزوم 9.2، العرض 0.3، والعمق 0.6، وهنا الكفر 5 سنتي اساسات، واشوف الشير فورس. الشير فورس هنا 44 كيلو نيوتن، يعني بنتكلم في تقريبا 4.5 طن، وبالتالي ده هيكون شكل الحديد المطلوب في حالة الستلمنت. طب لو ضفنا كمان أحمال حوائط معمارية هيكون الوضع عامل إزاي؟ خلينا نضيف على الشداد ده لو بإكسل شيت بسيط. لو أنا عندي ارتفاع الدور 3.5 متر وفي فلات سلاب 25 سنتي فور إكزامبل، ويعرض الحيطة 20 سنتي، اذا الول لود حوالي 12.5 كيلو نيوتن لكل متر رن، فاقدر اقول له assign frame load distributed واضيف في حاله الول 12.5 كيلو نيوتن لكل متر رن، واحل مره ثانيه واشوف السيتلمنت مع الول لود اجمالا هيعمل لي عزوم قد ايه. ده في حاله لو انا عندي فرق هبوط حوالي 2 ملي ما بين القعده دي والقعده دي، والشداد ده المفروض يتحمل الكلام ده بحديد قد ايه. واظهر كده العزوم مره تانية. هنا الاحظ ان العزوم زادت لي حوالي 13.2 من 10، ده العزوم، والشير حوالي 9.2 من 10، يبقى انا عندي هنا المومنت 13.2 من 10 و9.5 تقريبا دي الفاليوز الخاصة بالشير. ده العزوم 13.2 والشير 9.2، اذا الحديد المطلوب هو 4.16 مع الارتفاع. طبعا لو كان في فرق زياده هنلاحظ انه الحديد بيزيد وهكذا. ده في حاله لو انا عندي فرق هبوط على الجراوند بيم او الشداد بيساوي 2 ملي، وده المفروض ان انا بحسبه لما بعمل موديل كامل اوصف فيه كل القواعد واشوف فرق الهبوط ما بين القواعد بيكون قيمته قد ايه.